أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل الخير من قناتي المفضلة على قلب الصحة والجمال. مساء الخير يا شيف. مساء الخير، ازيك يا دكتورة فاتن؟ ازاي حضرتك؟ وبمسا على السادة المشاهدين، ورب تكونوا بصحة وخير. حلقة جديدة من برنامج 50 دقيقة حياة، يوم الأربع 18/2019. النهاردة يوم جميل بوجودكم معانا إن شاء الله ومتابعينكم، وهتبقى حلقة موفقة بإذن الله بوجودكم معانا، سواء على الشاشة أو بالتليفونات أو بأسئلكم، الأسئلة اللي أنتوا بعتوها لنا. انتظروني بعد الفاصل. سكر سويتال، من النهاردة صحتك بالدنيا، من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر، بيحلي ومش بيغير الطعم وبدون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة، في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. سكر سويتال، من النهاردة صحتك بالدنيا، من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر، بيحلي ومش بيغير الطعم وبدون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة، في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. ورجعت لكم تاني مع 50 دقيقة حياة، وأحلى 50 دقيقة النهاردة معانا إن شاء الله. النهاردة اليوم مختلف تماما عن كل مرة، ما جبناش معانا دكتور تغذية، ولا جبنا معانا مستشار قانوني، ولا جبنا مدرس، ولا صحفي، ولا أي مهنة. أمال جبنا إيه؟ جبنا النفس والتغذية. يلا نسأل بعض ونشوف إيه اللي مطلوب عشان نفسيتنا تبقى حلوة قبل سنة جديدة، وإيه المطلوب عشان يكون جسمنا كويس ليلة رأس السنة ونحتفل بسعادة كلنا. طيب، كان قدامنا حل وحيد على الصفحة، إن إحنا نقول لكم اسألوا الأسئلة اللي أنتوا عايزينها. فلقينا بصراحة أسئلة مهولة يا شيف، ليك وليا، أسئلة نفسية وأسئلة على الجسد وأسئلة على الأكل في كل المجالات. فقلنا يلا بينا ننقل كل الأسئلة دي ونبدأ معاكم. مساء الخير يا شيف. ازيك يا دكتورة فاتن؟ ازاي حضرتك؟ أخبارك؟ وأهلا بالسادة المشاهدين، يا رب تكونوا بخير وبصحة. قول لي بقى هنبتدي ازاي؟ تبتدي انت ولا ابتدي انا؟ اشتغلنا ثلاث حلقات على منتج سويتال، اتكلمنا انه كبديل سكر بيخش فيه الحلويات. تمام. اشتغلت بيه كتير على قناتي اللي هي هتخس بدون حرمان. لا، هنتكلم على القناه دي كتير، ما انت هتبدأها باعلانات. والشوكولاته كمان، انا مش محتاج اعلانات ولا شهره. انا عارفه انت مش محتاج اعلانات، انا قاعده جنبك عشان اشتهر. وهنتكلم على الشوكولاته. دي الشوكولاته يا دكتور هتسميها تونة؟ انا وعدت حضرتك بيها. أيوه. دي معموله بالسويتال. تمام، احلى شوكولاته. دي عاملها اللي هو منصور، دي معموله في مصنع يا جماعه، مش ابتكاري. اهي انا عايزكم بس تشوفوها، و ان شاء الله باذن الله يا دكتور دي حاجه مميزه جدا، دي لكل، من غير سكر خالص، معموله بسكر سويتال، دي لكل البشر، مش للمرضى واللي مش للسمنه. مرضى السكر والدايت. لا، وانا ممكن اكل منها عادي، وانا مش عايزه ابقى دايت ولا عايزه ابقى سمنه، عادي ممكن اكل منها كلنا. طيب يلا نبتدي ونشوف كل واحد فينا ليه مج يا شيف في مجموعه من الاسئله. أبدأ لازم تخلص. ابدا انت. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنتكلم كده في الاسئله بتاعتنا العشوائيه. نشوف. أستاذة إيمان حسن من عين شمس، إيه هي أسباب العناد عند الأطفال؟ العناد عند الأطفال، أنا جاوب ولا حضرتك؟ حضرتك أجاوب. السؤال بقى يخصني، بس لو عايزة ما عنديش مين. لا، أنت تنمية بشرية، دكتورة كبيرة عظيمة زيك تقول. الأول طبعًا هشكر أستاذة إيمان حسن، نورتيني وشرفتيني وأسعدتيني بسؤالك، ولازم أجاوب عليكي. العناد عند الأطفال أسبابه كتير جدًا جدًا، أولها التربية الخطأ. بدايتي مع حضرتك كأم أو أب موجود في البيت، بص لنفسك. هتلاقي نفسك بدأتي بالعناد وانت العنادية في الأصل، فحاولي تعالجي من شخصيتك الأول أو شخصية الأب. ولو الجد والجدة موجودة معنا في البيت ناخد بالنا، لو هم عناديين فهو الطفل خد الصفة دي منهم. لما حضرتك تقولي له برضو مش هنفذ لك اللي انت عايزه، يا ماما عايز اللعبة دي، لا مش هنفذها، وتكوني عنيدة معاه، فبالتالي هو بيكون عنيد. طب الحل؟ الحل ان حضرتك تهدي شوية عشان طفلك يهدى كمان، وفي أسباب كتير هنقولها بالتفصيل في حلقات جاية. يلا يا شيف انت بل عليك الدور. أقول طيب، هتاخد ايه من المج بتاعي برضو السؤال، وكل سؤال. الاسئله ان شاء الله تكون ملائمه ونقدر نجاوب على كل حاجه خاصه بحضراتكم.
بيقول لك قول لي نصيحه، انت عامل مربى الفراوله ازاي؟ ازاي ناكل ونخس؟ يعني انت قصدك كده بتنافق الناس؟ عارف فكرتني بفؤاد المهندس في ارض النفاق، الراجل ده بيضحك علينا يا جماعه، بيعمل لنا مربى ومربى فراوله ويقول لنا هتخسوا، طب ازاي؟ طيب هو يعني انا مبسوط من جراتك معايا وانك انت يعني حد جامد قوي. ما لا ما تزعلش، ارض النفاق مفيش حد في الدنيا اتكلم معايا بالصوره ديت يا عم عزب غير الدكتوره فاتن عرفه، ولكن انا بفوت لها 10 مرات في اليوم والمره ال 11 وماخد حقي. ماشي اوكي. طيب. برضه هتجاوب على السؤال. نتكلم مع بعض، انا المقادير عندي كانت كيلو فراوله 5 معالق صغيره سويتال اللي هو ده السايب ومعلقه كبيره نشا، حتى بعض الساده المشاهدين قالوا لي شيف محمود النشا فيه سعرات حراريه، قلت لهم احسن ما احط نص كيلو سكر. جميل. الفراوله سعراتها الحراريه من اضعف الفاكهه، هي والتفاح اللي هم سعراتهم الحراريه بكون قليله جدا. اكتر حاجه خطيره وشديده في سعرات الحراريه هي المانجا، المانجا، البلح، العنب، التين. خلاص بعتذر لك انت مش منافق، بس معانا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك يا ست الكل؟ اموريني. عايزه اكلم الشيف محمود. اتفضلي. تأمر يا فندم، تحت امرك. بقول لك ازيك. ازاي معاليك يا ست الكل؟ انا بحب حضرتك جدا. ده شرف ليا. الحمد لله ما بتحبيش الدكتوره فاتن. في حب. ايوه انا كده غير. انا بتفرج على حضرتك على طول وما بفوتش لحضرتك حلقه. طب انا موجوده على فكره، قولي لي اي حاجه كده اضحكي عليا. والله بحب حضرتك انت كمان. بعد ايه بقى بس؟ يلا اوكي نورتيني، اتفضلي اسالي الشيف محمود. ربنا يخليكي. انا بعمل الدونات. الدونات؟ بس لما بيبات بيبقى طعمه وحش جدا. لانها هي عجينه فيها خميره، اي عجينه فيها خميره زي العيش الفينو، كايزر، الدوناتس، اي فطاير بيكون فيها خميره لما بتبات فالبكتيريا بتكتر في العجينه وبتبتالي تاني يوم بيتغير طعمها. انا بفضل ان انت ما تعملي تاخدي الكم اللي عايزه تاكليه والباقي تعنيه في الفريزر، يطلع من الفريزر زي السينابورولز، يطلع من الفريزر يخش، يطلع من الفريزر يخش الميكروويف دقيقتين لو كان عند حضرتك هتفك وتبقى زي الفل. شكرا لاتصالك يا ست الكل، وشكرا يا شيف، ونشوف معانا تليفون. الو. يا رب يبقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذه فاتن؟ ازيك، مين معايا؟ ايمن عصام. اهلا يا ايمن، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا بهنئك على برنامجك الجميل ده بالتوفيق والنجاح دايما يا رب. تسلم لي ويكبر بخاطرك يا ايمن، اوعى تكون ايمن عصام الشاعر بتاعنا وبتاع بلدنا. ايوه ايمن عصام. ايمن عصام المنصوره يا جماعه، ده شاب جميل شاعرنا المصري الاصيل. دايما بتقدم لنا نماذج جميله وبنستفاد من حضرتك، دايما بتدينا الامل والتفاؤل والسعاده والسرور. الحمد لله. دايما لحضرتك الزفات. انت جميل وكلامك جميل زيك وشعرك اجمل، نورتني وشرفتني بمكالمتك. اي سؤال يا ايمن؟ ازاي ندي طاقه ايجابيه للشباب؟ ازاي ان هو يتخطى كل الصعوبات؟ عينيا. حاضر. بيواجهها. يتقابل معاك انت يا ايمن شخصيا. حاضر. هرد عليك، هرد عليك. ايوه نشوف امل الاول يا شيف وبعدين نرد على ايمن. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا متصله بس ما لهوش علاقه بالحلقه يعني. اتفضلي تحت امرك. انا كنت طالبه من حضرتكوا طلب، انا كنت عليا 2000 جنيه مساعده بيهم عروسه، وعليا قسط وصاحبه القسط مبهدلاني وعايزه الفلوس كلها. ربنا يعينك ويقويكي. ايه اللي نقدر نقدمه لك؟ سيبي رقمك في الكنترول ونكلم سعادتك. حاضر. تمام. تحت امرك. شكرا لاتصالك. سعادتك تأمري. شكرا. ربنا يفك. شكرا لاتصالك وربنا يفك دقيقتنا كلنا وكرب كل المؤمنين والمسلمين والناس كلها يا رب. السؤال اللي بعد كده. بس قبل السؤال هجاوب على ايمن اللي اتصل. طبعا. ايمن بيقول ازاي تدي طاقه ايجابيه للشباب؟ بقول لك انت شاب، انت صغير، يعني فيك صحه وفيك عافيه وفيك باور، دور عليه في كل مكان، دور على باباك، على مامتك، على عمك، على خالك، شوف صاحبك وتعلم منهم حاجه حلوه، اوعى تشوف اليائس وتيأس زيه. اوعى يكون عندك طاقه سلبيه وتقول انا مش قادر اعمل ده، لان بصراحه اول ما بنقول ان انا مش قادر اعمل الفعل ده عقلك ما بياخدوش وخلاص، عقلك الباطن بيترجمه وفعلا بتفشل. فدايما خلي عندك قوه ايمان وقوه تحمل وقول انا اقدر، وطالما حضرتك تقدر يبقى هتبقى انت عايز الحلم ده يتنفذ فهتوصل له. لكن لو انا قلت انا ما اقدرش، انا اكيد هفشل، انا معيش فلوس عشان اعمل مشروع، انا معيش فلوس عشان اتجوز، فده هيؤدي للفشل والسلبيه. حتى لو جات لك فلوس هتبقى فلوس بسيطه قوي وضعيفه ما تكفيش قوت يومك.
يبقى لازم يكون عندي قوة إيمان، لازم يكون عندي قوة تحمل، وكمان تكون عندي إرادة. بإرادتك توصل للمستحيل يا أيمن، أنت وكل شاب من شبابنا وكل ولادنا بخير، ودايما عندكم طاقة إيجابية، بس حط في قلبك الطاقة الجميلة دي. يلا يا شيش، شوف السؤال. دكتور، إزاي الأطفال يحبوا بعض وبلاش الأمهات تقول للولاد حب ده، العب مع ده، وبلاش تنمر، وبلاش نعمل بلاش تنمر. ازاي نعمل ده يا دكتور؟ تمام. طب جميل قوي، وسؤال حلو قوي. ما عرفناش من مين، بس عندك الاسم؟ دو سعيد. دو سعيد. دو سعيد بتقول ازاي نخلي ولادنا يحبوا بعض زي ما كنا بنحب بعض زمان، وازاي نبعد عن التنمر، ودي ظاهره. الاول عايزه اقول يعني ايه ظاهره؟ يعني شيء بيظهر في المجتمع فجاه وممكن يختفي فجأة، ممكن يقعد فترة قصيرة ويختفي تاني يا شيف، ممكن يقعد فترة طويلة ويبقى حالة من حالات المجتمع. تمام. الظاهرة اللي ظهرت لنا فجأة دي برضو الغلط من الأسرة. أنا اللي ابتديت وأقول لابني ما تلعبش مع فلان، أصله أقل منك في الشكل والمستوى، وده طبعا غلط. الطفل يا جماعة أكتر واحد بيحس. تمام. وأكتر واحد بيحب، فلما تلاقي ابنك بيلعب مع جارك أو بيلعب مع حد أقل منك في المستوى، مش ده مش معناه إنه هيقل مننا، بالعكس. لا طبعا، ربنا خلقنا طبقات عشان نتعاون ونتعارف، مش عشان نفضل بعض وعشان نتعالى على بعض. فلما ابني يبقى في المدرسة صديق لحد أقل مني، لو أنا دكتورة والتاني مهني، على راسي من فوق، سيبه يحب اللي هو عايزه. بلاش تقارن ابنك بابن عمه وبنت خالته وتقول ابن عمك أحسن منك، هيرجع ويقولك يا بابا أنا كرهت ابن عمي لأنك كل شوية تقارني بيه. طب أمال أدي طاقة إيجابية لابني منين؟ أقول له قارن نفسه بنفسه، قارنه ازاي في اللعبة الرياضية شاطر وازاي في المدرسة قليل شوية او ضعيف. حاول تقول له انت كنت النهاردة اكسلنت، انت برافو عليك في الانجليش، لكن كنت وحش في اللغة العربية، ولازم تبقى بتتكلم عربي كويس. كل ده هيخليني ابعد ان انا اكره حد او اتنمر على حد. تمام. وعلم ابنك كمان لما يشوف حد مريض او ينقصه شيء، زي طفل كفيف وعنده شلل او عنده اي اعاقة سواء ذهنية او خلقية، فانا اقول له الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، انت يا ماما سر الحياة، انت بوصلة الأسرة. فأرجوك ركزي على طفلك وعلى ابنك الشاب وعلى زوج كمان. تمام. معنا تليفون، حلقة جميلة يا شيف. ألو. بوجودك. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي استكل. الحمد لله بخير طول ما انت بخير. جماعة أنا مش سامعاها الصوت. بحب حضرتك جدا. وانا كمان بحبك جدا، شفت حد قال لي بحبك اهو، وانا كمان بموت فيكي، اموريني. الو. اتفضلي يا فندم. طبعا قالت لي بحبك، لازم الخط يفصل. اتصلي بيا مره تانية هستناكي. طيب يلا اديني السؤال بتاعي. شوف السؤال بتاعك، يا رب يبقى سؤال صعب. جاي لك سؤالين مع بعض. طب حلو قوي. ما تزعلش مني. لا اتفضلي. ما تزعلش مني، انت بتخدع الناس عشان الشهره والميديا والسوشيال. انت هتزعل مني النهارده خالص. طيب ايه ده؟ بصي، انا بحب المهاجمه واحب المصداقيه جدا. تمام. لما نيجي نتكلم على المربى، فاحنا اتكلمنا عليها، ما كلمت اللي هو منصور الله يديله الصحه ويحفظه، يا ريت يخش معانا مداخله دلوقتي. فهو عنده مصنع الشوكولاته بتاعه، فقلت له انا عايز شوكولاته بدون سكر، يبقى انا كده شلت سعرات حراريه رهيبه. الشوكولاته بتعمل بتاخد زبده الكاكاو، سيبك بقى من اللي بيقول لك بتعمل في الخلاط ولا بودره وزيت وكلام فاضي. قلت له عايزين نشيل السكر وعايز اشيل زبده الكاكاو، عايز احط بديلها بديل سكر. تمام. وعايز اقول لكم على حاجه يا جماعه، برغم ان سويتال معانا. لا استنى، ده هيجي له سؤال تاني، ما تسبقنيش. انا سؤالي واضح، انت بتعمل كل ده للشهرة ولا ايه؟ حلو قوي. يبقى انا كان عندي استعداد ده، شوكولاتة بالسكر وبالبندق وسعرات حرارية غير عادية، اللي هي دي البيت ده؟ هفتحه. لكن ده بسويتال؟ ده بسويتال. وانا هحكم واقول للناس على فكرة. يا ريت، انا عايز، لان انا كلمت الشركة، شركة سويتال، مكدبش عليكم، قلت لها تعالي خدي في عينات عملها السيدة اللواء. انا قلت لكم ايه، هتخس بدون حرمان وتاكل شوكولاته كمان، وكنت بهزر كاسم على يعني قافيه. يعني ده كان هزار في البدايه. هزار. وبعد كده ما كنتش، ابتديت ان الموضوع كبر في دماغي، بحب ان انا. يعني انت ما كنتش متوقع النجاح ده للقناه او لان الناس تسمع كلامك بالشكل ده؟ ما كنتش متوقع. وكنت، بصوا يا جماعه، هنا الفرق بين الاثنين، بصوا دي دارك غامقه شويه ودي واخده سكر وماسكه، لان دي معموله بزبده الكاكاو. اما دي معموله واخده نوع من انواع الزيوت والسكر.
لما نعمل تجربة حتى على حد يكون ربنا يعفو عنه مريض سكر، هما بصراحة مش مختلفين، يعني انا مش حاسة فرق في الطعم بصراحة، يعني انتوا عارفين ان انا مش هنافق. اللي هو منصور عبقري عشان كده اخترته هو ان هو يعملها لي. والله بقى اللي هو منصور لو عايز يتصل بينا دلوقتي اهلا وسهلا بيه ويتكلم عن الشوكليت بتاعته. عبقري يعني. نرجع لسؤال تاني، اتفضل يا شيف. فانا لما قلت الشوكولاتة دي انا عندي استعداد ان اطلع اعمل فيديو من قنوات اليوتيوب اللي موجودة بشتغل فيها. مش بقولك انت بتحب الشهرة؟ ما انا هقول الساعات. انت بتحب الشهرة. عندي استعداد ان انا اعمل الشوكولاتة دي، وانا قلت الكلام ده المدام بتاعتي كانت بتناقش معايا الساعة 3 صباحا امبارح، قالت لي على فكرة نفس جزء قليل من كلام حضرتك، قلت لها انا عندي استعداد اطلع اعمل فيديو من الشوكولاتة دي، ولو بصيتوا على الفيديو هتلاقي الشوكولاتة دي بتسيح شوية لما بتتاخد على النار، عكس دي النوتيلا ما بتسيحش. قلت لها عندي استعداد اخدع الناس واشتغل بالشوكولاته دي، بقول لهم دي دايت. عندي استعداد اعمل بيتزا واقول لكم الجبنه دي انا جايبها لكم ده، طب هتجيبها منين؟ انا لازم اعرف. بتقول لي بس انت مسكت الفراوله بالنشا، قلت لها عندي استعداد اجيب زنسان، عندي استعداد اجيب بكتين، طب المشاهد البسيط هيجيبه منين؟ ده اللي انا بسالها، هيجيب منين؟ أنا لازم اكون صريح. 90% هو اللي بناقشهم، ال 10% القادرين. قالت لي بس مربه البرتقال بره يا اخي، ومربى والله هذا حصل، ومربة يعني الفراولة. مش انا الوحدة اللي بسألك الأسئلة الرخمة. هي بتناقشني بس اقتنعت. ليهم طعم كده؟ قلت لها أنا بعالج الأمر بنسبة 70-80%. عايز تخرج هاتي من بره. تمام. هاتي من بره ب 30-40 جنيه لأن حاجة الدايت غالية جدا. صدق شكلي هقتنع؟ طب اسأل، شوف سؤال تاني. طيب يا دكتور. شوف حبايبنا بيسألونا بيقولوا لنا إيه. بس هقول لك على حاجة يا دكتور. أنا فضل. تقريبا. السؤال ده شكله كبير كده. 13 سنة في الميديا. فأنا لو خدعت الناس أبقى بخدع نفسي، ودايما أقول لوالدتي حتى أنا أخش القبر بتاعي متونس، ربنا يبارك في عمرك، متونس بالحاجة اللي بعملها للسادة المشاهدين. لما اتكلمت على السويتال لسه هنقول تاني بعد شوية، لازم أقول الكلمة دي نو واي. لا لسه قلت لها تستعجلش. دكتورة فاتن أنا قلت على القناة بتاعتي في كذا نوع بديل سكر، أنا استخدمت السويتال حقيقي. ساعات كده استخدمي حاجة تانية، استخدميها. أنا مش اللي المذاق بتاعه يروق ليكي اعمليه. انا مش، ومش هتلاقي حد بيسوق لمنتج يقول الكلمتين دول. انا مش بحجر على حضرتك او بقول لك هو ده اللي استخدمه، مفيش بعده ومفيش زيه، في انواع سكر كتير بديله، ولكن انا استخدمت سويتال كويس لمميزات تانية كتير قلنا عليها. ماشي تمام كويس جدا شوف محمود، ولكن انا ما بديكيش الاوردر هو ده واوعي تستخدمه. انا ما اعرفش اسوق بالصوره دي. معاكي كارت بلانش تعملي اللي انت عايزاه، جيبي اللي انت عايزاه، بس انا استخدمت ده. هو دي الحته اللي انا لعبت فيها. ماشي يا فندم، اجبت السؤال. مش هتلاقي حد بيسوق لمنتج يقول الكلمتين دول. ماشي، لكن المصداقيه عندي فوق نفسي، هحاول اصدقك لحد سر الانانيه. الحمد لله يا رب. اللي في الدكتوره فاتن. ايوه انا انانيه. اللي هي في البشر. ايه سر الانانيه اللي في البشر والعلاج منها وازاي التعامل مع الناس دي؟ السؤال ده حلو، سؤال كان نفسي حلو انا اجاوبه. طيب. بس جاوبيني. يلا اتفضل انت الاول قول رايك، انا هديك الفرصه عشان اثبت لهم ان انا مش انانيه. لا خالص يا دكتور والله. فضل. الانانيه ما بقتش في البشر، الانانيه بقت يا دكتور، طبعا حضرتك دكتور التنميه البشريه وعندك العلم اكثر مني بكثير. نعم. ولكن الانانيه احنا اللي بنولدها واحنا اللي السبب فيها. لو كل انسان عطاء، ربنا سبحانه وتعالى يا دكتور لما نزل زكاه المال، لو كلنا التزمنا بزكاه المال مش هيبقى في واحد فقير ابدا، مش هيبقى في واحد طبقه عليا وطبقه وسطى. لو التزمنا بضمايرنا وبقى عندنا شيء من المصداقيه والضمير وما خدناش الا الحته بتاعتنا بس، يعني انا قدامي فرخه اخد كفايه الصدر او الورك، لكن اخدها كلها وارمي العظم للبسطاء، فأكيد هنا هيبقى عندي حقد وأنانية. ده رأيي، أسمع رأي ساعتك. هناخد التليفون عشان مستنينا بقاله كتير وبعدين هرد على سؤالك. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ ازيك يا قمر؟ أنا بحب حضرتك جدا. وأنا كمان بحبك جدا. ربنا يخليك، وبحب الشيف جدا. حبيه بس مش قوي يعني عشان مراته بتغير. دول إخواتي يا حبيبي. اتفضل يا قمر. مع ساعتك الست الكل. ربنا يخليك. انا عندي بنتين. حسين. ايوه ايوه معاك. ربنا يحفظه. أيوه. مع سعادتك. معاك يا ست الكل اتفضلي.
طب حاول الاتصال بينا تاني. حاول الاتصال بينا تاني وشكرا زدنا لتليفونك. الشرف. هرد على سؤالك عشان بعد الاجابه هناخد فاصل نتخانق مع بعض. اللي في البشر. اللي في البشر. طبعا الانانيه في البشر لان سبحان الله الحيوانات ما فيهاش انانيه، بنلاقيهم بيعطفوا على بعض، يعني الاسد ما بيفترس فريسه ضعيفه او مريضه. تمام. برغم انه اسد ومفترس، لكن احنا كبشر في جزء مننا الغير الاسوياء، لكن الاسوياء احنا ما زلنا بنقول لكل قاعده شواذ. فينا الانسان الاناني وفينا الانسان العطاء زي ما الشيف قال. طب الانانيه جايه منين؟ حضرتك برضو كام اللي خلقتي الاناني في البيت، حضرتك اول ما ابنك بيطلب طلب ما بتقولولوش بكره ولا لما اقبض ولا الاسبوع الجاي، بتقولوله حاضر وبتنفذي فورا. مش كل دي من ضمن الاخطاء، ما احنا اتفقنا في البدايه لكل قاعده شواذ. يعني احنا هنا بعلمه الانانيه بقى. انت اللي اناني وبتقاطعني، ما تقاطعنيش تاني لو سمحت زي ما انا بسيبك. حاضر. فهنا الام بدات تعلمه الانانيه، ان طلبه مجاب مهما كانت الظروف. زمان كانوا اهالينا يقولنا حاضر اخر الاسبوع، حاضر لما بابا يقبض، مش معناها انهم كانوا فقراء، بالعكس كان بيخليك تستنى شويه، ويت شويه، في اولويات، هجيب لاخوك الاول وبعدين هجيب لك انت الاسبوع الجاي، العيد هجيب لاختك الاول وبعدين هجيب لك انت بعد شويه او بعد بكره، هدفع دروس اختك الاول وبعدين هدفع درسك انت. لكن كلمه حاضر ونفذ فورا هو مطالب انه يسمع الكلام وخلاص، انت قلت له حاضر يبقى لازم حضرتك تنفذي، طالما وعدتي يبقى لازم تنفذي. طب في حاجه ثانيه، العطاء الزايد، هاجي ابني حتى وانا عيانه عايز اكل، حاضر وبقوم واتعكز واعمل له اكل، عايز فلوس حاضر واقوم اعمله، لما انا اكبر وما اقدرش واقول له مش قادره بيبتدي يقول لي وانا مالي اشمعنى. هنا انت بتحس انه اناني، مش هتحسيها غير لما يكبر، فالانانيه بتبدا من عندنا. حاولوا ترجعوا تاني لاهالينا البسطاء، حاولوا ترجعوا لبيت العيله اللي كان فيه العم والخال والجده، يتعلم من باباه صفه ومن امه صفات ومن خالته علامه ومن عمه اسلوب، ينتقي 10 صفات حسنة أحسن ما ينتقي صفة واحدة من حضرتك. هنا برضو أنت كنت أنانية لما قلتي له ما تسمعش كلام حد غيري، لما بابا يقول لك حاجة قول له حاضر وما تنفس وأنا هبقى أكلم بابا، يبقى حضرتك اللي خلقت المخلوق الأناني ده وبقى من ضمن البشر اللي معانا. فاصل وهرجع لكم تاني. بس في نقطة قبل ما تاخد الفاصل، لما العيل بيتولد تمسكوه ترقعوه بالبتاع ده بتاع دي ده وتسمع كلام امك. ايوه ما تسمعش كلام ابوك، ما تسمعش كلام ابوك، يبقى انتوا اللي عملتوا كده من الاول. يبقى هي الام هي السبب. انا قلت والله شفت ان انا مش مسميها ام عزب. هي الام البدايه والنهايه. بنتكلم على الام يا جماعه، فعلا هي ماما صح كل شيء. فاصل وهرجع لكم بعد ما اتخانق معايا عشان نشوف مين فينا الاناني. ما تروحوش في اي حته واستنوني واتصلوا علينا، مستنيين. ورجعنا لكم تاني مع سويتال، وصحتك بسعاده وهنا، وعملنا الشوكليت بسويتال وطعمها فظيع وتحفه بصراحه، وهنشوف الشيف هيعمل ايه بعد ما يسالنا سؤال من المج اللي هناك ده. مش عملنا اللي هو منصور، بصوا ادي دي كده عشان مش بالزبده، بص عامله ازاي اهي، ما تبصليش كده، ما تبصليش بعين قويه، ده اللي هو مش دايت العادي او اللي مش دايت. عملنا ايه بقى؟ عملت لكم سمبوسه بدقيق، بدقيق الايه؟ بلاش البصات دي على الهواء، ما يصح. دي بدقيق كامل الحبه، مش هبص بقى، مش دعوه. طيب هدوق دي على طول. دي ياسمين بدقيق كامل الحبه، طبعا اول مره نشوف سمبوسه زي دي، غامقه شويه وده كده عيش. انا عايزك تدي بقى يا دكتوره فاتن الشوكليت بتجرب فيا وانا بحب. لا ده. اللي هو بواقي السمبوسه. انت بعد ما تقول كده لا هدوق ببواقي. لا يا ماما والله. يعني بواقي قطعات السمبوسه والله عيب والله. بس وهوري لكم كده بقى، انا عشان خاطر السويتال هضحي بنفسي. ده اللي هو دي الايه يا دكتور؟ الشوكولاته الكامله، عشان بس عايزكم تبصوا على الطاسه. ده جميل قوي يا شيف. تسلم ايدك. ده هنا الشوكولاته اللي هي دي كده مش دايت، دي معموله بالسكر العادي بتاعنا. حلو. بنعمل كده، هتبص تلاقوا دي على الطاسه، طبعا انا ما بقليش عشان الكلام ده كله دايت، هيبقى على في الفرن. وبعدين كده شايفه طريقه التقفيله بتاعتي. طب وهي الشوكليت دي مش هتسيح كوه؟ لا دي مش هتسيح. ايه اللي هتسيح بقى؟ الثانيه مش هتسيح. هتسيح. مش هتسيح. هتسيح يا دكتور. يعني ايه؟ بصي هنا بناخد سنه زيت صغيره كده ونبدا ننزل هنا كده. هنا دي مش هتسيح نتيجه انها معموله ب زبده الكاكاو، شوكولاته. تمام. اما دي كده اللي هو بصي ورينا بقى اللي بسويتال.
دي اللي بالسوتال هتبقى في مش نفس النتيجة اللي عندك، ولكن احنا كان هنا مفيش سكر. طب نشوف استاذة مرادوة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا ست الكل. دكتور ازيك يا قمر، وأمريني. بقول لحضرتك انا عندي بنتين، ربنا يبارك يا رب، اتفضلي. بس هما العناد وما بيسمعوش الكلام خالص. سنهم قد ايه؟ وبضرب وبعمل كل حاجه. بتضربي؟ هما سنهم قد ايه؟ تضربي بدل ما تاكليهم شوكولاته بتضربي. استني يا سيف، سنهم قد ايه؟ 3 سنين و4 سنين. اقصى عليكي، 3 سنين و4 سنين بتضربيهم؟ ما انا جربت كل حاجه. طب هما هسالك سؤال، هما بيعنيدوا في ايه بالظبط؟ ايه الحاجه اللي انت حاسه انها اكتر حاجه فيها عناد؟ حاجه من مكانها، ما بتسمعش الكلام. اعملي دي، ما بتسمعش الكلام. بطلوا لعب وشقاوه، ما بيسمعوش الكلام خالص. طب وحضرتك اخبارك ايه ما كنت طفله مع ماما، فاكره؟ لا انا عايزك تصوريهم وتنزليهم على الفيسبوك. طبعا كنت مع عناديه زيهم. صوريهم ونزليهم على الفيسبوك، اضربيهم قدام الناس. يعني انا ساعات ما ببقاش قادره اجيب حاجات معينه، تمام، يطلبوني قدام الناس ويطلبوا. بص انا اقولك حاجه في الاول خالص، بحييكي على شجاعتك انك تقولي الكلام ده، وانا هرد عليكي فورا، اسمعيني من التلفزيون. بصي يا ست الكل، هنشوف مصطفى الاول يا شيف وبعدين نرد عليها. الو الو، ايوه مصطفى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. ازيك يا ماما؟ جيت فضلك، الله يبارك لك. امرنا. الامر اللي بقولك يا ماما، انا لو عايز احدد ميعاد معين كده في الشيخ اشرف، فين وامتى وازاي معاد ايه؟ سيب رقمك في الكنترول والشيف هيتصل عليك وتاخد الميعاد اللي انت عايزه تحت امرك. عناية يا حبيبي، عايز ميعاد معاك. عناية. نرجع تاني لام رندا اللي سالت سؤال. طب على بصي العناية. بصي يا دكتور، دي اللي اتعملت، دي اللي هي بالشوكولاته العاديه خالص. بص ما انسحتش خالص ازاي؟ بصي هنا، ما نزلتش. سايحه، شايفين يا جماعه؟ مغريه جدا. يعني انا ممكن قوي كنت اجي لكم النهارده اشتغل لكم بالشوكولاته دي، واقول لكم دي اللي عملها ست ليو ومعموله بسويتال وما بتسحش، لكن دي يبقى اذا هناك فرق. طبعا بين دي فعلا دايت، شايفه عامله ازاي؟ معموله مش بزبده الكاكاو. شكرا ليك يا شيف والسويتال وللناس اللي بتدور على صحتنا وعافيتنا. معموله بالشوكولاته العاديه، فجبت الفرق بين الاثنين. طبعا بشكر ست ليو منصور وبشكر سويتال على الانجاز ده، انجاز مش مني، انجاز من اللي هو منصور، وانجاز من بديل السكر سويتال، انجاز ليهم هما الاثنين، انا بشكركم عليه. مرضى السكر يقدروا ياكلوا شوكولاته اهيت. الساده اللي عاملين دايت ان شاء الله ايدينا في ايد بعض، مش محمود عطيه بس، اي حد يا دكتور، ونقدر ناكل الناس دي كل حاجه. ليه نحرم الناس اللي عندها مرضى السكر؟ لا مش هنحرم حد من حاجه. هترد على مراندا وتقول لها ايه في العناد؟ عناد ايه؟ عناد ولادها اللي 3 و4 سنين وبتضرب الولاد، ونزلهم لي على الفيسبوك. طيب عذبيهم، اديني فرصه بقى ارد عليها. هاتيهم في ميه متلجه في الشتاء ده. طبعا حضرتك مشكوره، وعندك الجراءه انك تسالي سؤال زي ده، وانا بحييكي فعلا، لان كلنا بنمد ايدينا غصب عننا في وقت عصبيه. لا فارجوكي بلاش، لانه ما ينفعش، احنا كلنا مخطئين خاصه في السن ده. عايزه اقول لكم كمان حاجه، نصيحه ليها ولينا كلنا كامهات. البيت المنظم معناه انك ام مش مثاليه. البيت اللي فيه اكل سخن طول الوقت والبيت منظم جدا يا شيف، والولاد قاعدين وخايفين ومضروبين، ده مش معناه ان انت ام مثاليه ولا زوجه مثاليه. بالعكس، انا ممكن اكل اكل بايت وولادي بيلعبوا. خلي اوضتهم دي هي الاستوديو بتاعهم، يقعدوا يلعبوا ويتنططوا ويعملوا اللي هم عايزينه. الكلمه اللي انت قلتيها، بيحرجوني قدام الناس. الطفل يا جماعه ما بيشاورش على حاجه غير اللي عارفها، مش معناه انه محروم. كلنا نقول اوعى تاكل عند حد. طب هو مين الحد اللي انت رحتي له؟ انت رايحه لاختك او رايحه لقريبتك او صديقتك. معنى يعني ايه انت بتشربي فنجان الشاي بتاعك مع اختك وبتقولي له ما تاكلش عند طنط لما نروح؟ يبقى ما تاخدوش معاكي. يبقى هنا في حريه للاختيار. طالما انا هاخده معايا في مكان يا شيف، اكيد المكان ده مكان محبوب بالنسبه لي، واهله ناس كويسه، فاسيب الطفل براحته. انا بس اقول له خليك مؤدب، خليك ملتزم، ما تاذيش اصحابك اللي من سنك او اخواتك او اولاد عمك او اولاد خالتك. لكن ان انا اقول له ما تاكلش عند حد او ما تاخدش من حد، حد غريب في الشارع. لكن بما ان انا موجوده، ازاي انا اشرب نسكافيه وعصير وهو ابني عامل كده وممنوع يشرب وياكل عند هو بعد ما طبعا كنت بهزر. احنا اللي عادتنا غلط. لكن انا اللي انا عايز اقوله ايه؟ الاسى من سن سنه، حتى لو عندك قطه، لسن 12 سنه لا ينسى. ده اللي بيعلم على الشباب.
الطفل بيسكت بس بيفضل فاكر لك. هتكبري يفضل فاكر اسوه الام اقول والأب. ولا لا ده المفروض انا اللي اقول ولا غور يعني انت متدخل في كل حاجه وانت بشع وتقول لي انا اللي انا نايم. لا 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 كنت بهزر بقول رايي دلوقتي بتقولها بجد. اتفضل يلا. اوعى تقسى على طفلك في سياسه الصواب والعقاب. يعني ايه؟ يعني حبيبي احنا رايحين دلوقتي عند ضيوف، الضيوف دولت هنقعد عندهم ساعه بس معلش شوف طلبك احنا ايه عند ضيوف ولا الجايزه عند بتاعتنا. احنا هنروح عند هنروح عند حد احنا اللي هنبقى ضيوف. الجايزه بتاعتنا لما هتنزل ان انا هجيب لك مثلا شوكولاته نوعها كذا انت بتحب كذا لو التزمت ده. لو التزمت حلو قوي سياده الصواب والعقاب. طيب لو ما التزمتش حبيبي فانت كنت رايح يوم الجمعه النادي او 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 احنا بسطاء يعني هنحرمه من الحاجات البسيطه اللي بيحبها. يبقى انا من غير ما امد ايدي لان الضرب اهانه وقله قيمه. الحاجه الثانيه لما يجي ابني يا دكتور يسالني بابا هو طب ما انا هكبر وهبقى عندي 90 سنه ده لو عشتهم وهبدا بقى اقعد هو الممثل ده مين يا ابني؟ وانا عارف ده محمود ياسين ياما. هو اسمه ايه ده وانا كنت بس انا كبرت. هو يا ابني هو انت لما بتنزل بتركب ايه؟ انا كبرت. فيبقى عنده صبر عليا ويفتكر ان انا كان عندي صبر عليه في الطفوله. اللي صبرت عليه وهو صغير هيصبر عليك بالزبط. وانت كبير. وده اللي الشيف بيسرقها من النفس لانه هو انسان جميل. ما سرقتش حاجه يا ماما لا. لانه انسان جميل واناني بس انا هقول برضه في صفه كلام حلو يعني لانه إيه هو عنده ماشيه بسياسه الصواب والعقاب يعني طبعا طبعا بتعلم منك. وده بالك يا اسمنا سكت عشانك يا اسمنا. فاحنا هنا بسياسته كخبره ما انا عندي النفس دي خبره الحياه والمرونه الفكريه موجوده فينا كبشر. فكن الام صبوره بزياده ما هو ربنا سبحانه وتعالى نعم عليكي بالجنه عشان كده الجنه تحت اقدام الامهات من كتر صبرهن على اولادهم وعلى ازواجهم وعلى كل الناس. لا اهدى شويه يعني اوعى على ازواجهم والابهات دول ايه يعني كيس جوافه. ما انا لسه هروح اهو مستعجل ليه؟ فانت كأم عشان انا بكلم الست اللي اتصلت انت كأم خليكي صبوره شويه وخليكي حنينه وطيبه لان كل ده مش هيتنسي في ذاكرتهم وهيبقوا حنينين عليكي وصبورين عليكي بعد شويه. تعالى بقى للاب. الاب اللي بيكرم الام بتكون الام هاديه. فالزوج المثالي الجميل الطيب الحنين بتكون زوجته طيبه وحنينه ما بتكونش عصبيه. مش دايما بنقول على الاسوياء والكل قاعده شويز. ساعات بتستغل طيبه الاب وبتبتدي انها تتمرد. دي نقطه تانية ما تطرقناش ليها في السؤال. هسالك سؤال بقى انا كده ورخم فضل. عليك ورخم عليك شويه بقى انت تعبتنا. بص بقى السؤال ده فظيع هتزعل منه وتخرج خالص بستدي. خالص هو انت خسيت قوي عشان النجوميه ولا فين السر؟ بص بعض الناس بيقولوا ان انا خسيت ونزلت الوزن بالصوره ديت عشان النجوميه او الكلام ده. طبعا انا مش نجم ولا اعترف ان انا نجم قصاد النجوم الموجوده البراقه في عالم النجوميه والتي لا والتي تستحق عالم النجوميه. التي اللي هي مين دي؟ عايده على مين التي دي؟ الذين عالم النجومية ليس بعالم الشهرة والتمثيل ووجودي في ميديا أو كده، ولكن عالم النجومية هو إزاي أكون أنا البريق اللامع في وسط مجالي. برايت ستار في وسط النجم مجالي. اللامع في بيته، النجم اللامع في مكانه اللي بيشتغل فيه. تمام، البريق اللامع في وسط مجاله، البريق اللامع في مصداقيته، البريق اللامع في رغم أنه إنسان بسيط جدا. إذن هذه بس انا كنت بعترض على كلمه النجوميه لان انا انسان ابسط من البساطه. انا ابن واضح الشعب. واضح نمره 2 انا نزلت وزني نتيجه ان انا مغير مفصل صناعي يمين وكان المفروض ان اغير مفصل صناعي شمال مركب شرايح ومسامير تثبيت فقرات الرابعه والخامسه نتيجه الكسر في العمود الظهري وهذا انت ليس انت بتقول كده عشان الحسد. لا لا وهذا ليس يا دكتور بحوادث ولكن وهم عارفين ان انا بدلع شغلي وبحب شغلي فمن كتر حبي لشغلي بذلت مجهود زياده كنت بدي بال 18 ساعه شغل لان بحبه بنسى نفسي. يعني عايز تقول للمشاهدين ان لبدنك عليك حق. خد بالك الشغل حلو بس بالراحه شويه. احنا كده دخلنا في معادله تانية. انا عايز اقول للمشاهدين او الشعب المصري الجميل والساده العرب العظماء ادي لشغلك حقه حتى لو كان 3 4 ساعات عشان بس بضمير وبحب للشغل. ما تروحش تعد ساعات وانت قاعد بتحل كلمات المتقاطعة وانت بتقمع البامية ونضيع وقتنا في عدم الضمير واجي اطالب اقول هو ما فيش فلوس ليه؟ هي الحياة ايه؟ انا قبل ما ابتدينا نصلح احوال البلد فكنت بشتغل شغلانة او اتنين كانوا بيكفوني او شغلانة واحدة كانت بتكفيني. دلوقتي بشتغل اربع شغلانات لان الحياة بنضخها لقدام
وبنضخ البلد كلنا لقدام. عايزين نطلع السلم مع البلد. برافو عليكي. فبالتالي انا عشان احسن دخلي فابتدى ما بقاش عندي وقت للترفيه. بالظبط كلنا لازم نبذل مجهود. فابتدى ما بقاش عندي وقت للترفيه. انا سعيد بالمجالات اللي موجوده دلوقتي حاليا في البلد بتاعتنا. بحلم ان بلدنا تبقى باريس الثانيه. انا النهارده بقول شابول الرئيس وبقول شابول شباب البلد وشابول كل مصر اصيل ماشي يضخ قوه وطاقه ايجابيه قبل الرئيس كل البشر. قبل الرئيس بقول شابول للشعب المصري المصريين انه ما اتضحكش عليه رغم ان احنا خرجنا بره الموضوع وما احبش ان انا اتكلم في السياسه ابدا لان انا بحب السياسه. احنا بنتكلم على مجتمع راقي. انا بكلمك كمحمود عطيه. انا بحب السياسه ولا الكوره ولا بحب اتكلم فيهم ما احبش الا شغلي. شابول للشعب المصري الجميل الرائع اللي قدر ان هو يقف ويعرف ان دي بلده وحبيبته. بعد كده شابول للحكومه بتاعتنا كلها اللي بيرقصها الرئيس. في حاجة عندك ولكن الشعب المصري انا بنحني ليكم ان انتوا حافظتوا على البلد. حافظتوا على البلد. بص كده في حاجه ولا خلصت بتخرجيني بره الموضوع. اه المخرج بيقول لك بسرقك. بيقول لك سكتي بسرقك من الموضوع. السوشيال ميديا واثرها على الواحد بالسلب وبالايجاب ولازم الحد منها. برافو. سؤال حلو قوي. سؤال جميل جميل جدا السؤال ده. السوشيال ميديا زي اي حاجه في الدنيا ليها ايجابيات وليها سلبيات. من ايجابياتها ان الشيف عامل لنا مثلا قناه هي مفيده بتاكلنا وبتخسسنا من غير ما نحس وببساطه وبسهوله. اسمها قناه هتخس بدون حرمان وتاكل شوكولاته كمان. وتاكل شوكولاته كمان. فهنا السوشيال ميديا موضوع حلو. لما تخش مثلا على صفحه فاتن عرفه وتاخد الطاقه الايجابيه كل يوم الصبح اعلان زي اعلان قناتك. لا 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 خالص. تمام. خش على اي اخصائي نفسي يديك طاقه ايجابيه يبقى انت كده استفدت. خش على اي معلومه كأم واعرفي يعني ايه اسعافات اوليه. لما ابني يقع وهو بيلعب كره في البيت لما اخوه يخبطه كده يبقى ايجابي. لكن تخش على الكوميكس اللي ملوش لازمه. في الفتره الاخيره يا شيف اكتشفنا افلام هي بيضحكوا علينا بيقولوا انها افلام عاديه لكن هي افلام اباحيه بطريقه غير مباشره. يعني انا ماليش دعوه بزوج وزوجته بيضحكوا مع بعض في اوضه النوم وانا مالي. انا مالي ابني يشوف وبنتي تشوف ان واحد وخطيبته بيتكلموا مع بعض في العربيه ومصورين فيلم ليهم هما الاثنين وهما بيهزروا. يخصني ايه؟ يخصني ايه ان هي واقفه في مطبخها ووقع عليها حاجه وعماله تضحك وعماله تصرخ وانا مش فاهم هو ده لعب ولا هزار؟ ارد عليك هنا السلبيات. ارد اكمل؟ لا انا مش هكمل. حاشا لله ان انا اكمل. الحلال وبين والحرام وبين. بس احنا عندنا اولادنا صغيرين لازم نديهم نقول لهم خدوا بالكم ان في حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه. مش هتقدري. السوشيال ميديا مفتوحه للكل. لا انا هعمي عينه بالطريقه. مش هقفل. انا مش هقفل السوشيال ميديا. مش هقفل التلفزيون. زي ما قالين انا اقوي فيه قوه الانتماءات. انتماء للواجب وللصح والغلط واللي ما يصح. انا قوي فيه. احنا زمان يا شيف لو تفتكر لو جت كانت القبله بالنسبه لنا في اي فيلم عربي قديم دي حاجه حتى لو كنا شايفينها كنا نغمي عينينا وندار وشنا بنستحي من اللي قاعد جنبنا. والله كنا بندور عليها ولوحدنا. انت لا كنا بندور عليها كانت اكتر حاجه. انا عايزك كان منتظر ردك داير وش ناحيه ثانيه. والله انت بتقولي انت كنت بتداري وشك احنا كنا بندور عليها. يعني استحي ان بابايا يشوفني. انا اخش الفيلم ده ولا ده في قبله. فاحنا كنا بنستحي. كلمي عن نفسك يا دكتور. انا اتكلم عن نفسي. انا كنت بستحي. دلوقتي احنا شبابنا بيدوروا على الحاجات دي وبيقولوا ايه لا احنا نتفرج ولازم نعرف. فكل حاجه ليها سلب وايجاب. خليك دايما مع الايجاب وابعد عن السلبيه. شفنا عايز تقول ايه في الاخر في اخر الحلقه. انا عايز سريعاً. اقول ان انا سعدت بيكي يا دكتوره فاتن. وانا كمان. على مدار شهر تعبتني بس انا مبسوطه معاك وبحمد ربنا سبحانه وتعالى وعمال اعد دلوقتي. أيوة ان انا أيوة طبعا انا قضيت مع الدكتوره فاتن حقيقي شهر في قناه صحه وجمال. شكر والتحيه من اول العاملين اصغر مش اصغر يمكن هي احسن حد ست ام احمد اللي بتيجي تساعدنا وتعمل لنا الشاي لغايه رئيس القناه لغايه استاذ محمد خميس استاذ عبد الحميد الناس العظماء عم عزب ياسمين مخرج وليد وانا ما انت اخر حاجه نصر الشاهد. نصر اوعى تنسى الشاهد الرائع محمد الشاهد. ناس جميله دي على فكره دي بيتي يعني. دكتوره فاتن عرفه على المستوى الشخصي حد جميل جدا. استحي حد محترم وبتدي طاقه ايجابيه غير عاديه. ربنا اخت غاليه غاليه حقيقي والله. انا بشكرك وبشكر الشهر الجميل اللي احنا قدمنا فيه حاجه لسويتال. ان شاء الله نكون قدرنا نقدم معلومه بسيطه للساده طبعا
المشاهدين، وبشكرك جدا يا دكتورة. كلنا بنشكرك، القناة وأهل المصريين كلهم، المصريين كلهم بيشكروك على الأربع حلقات اللي حضرتهم معايا، وأنا شخصيا شكر وإجلال وانحناء لطاقتك الإيجابية اللي خدتها منك. ألف شكر يا شيف. ده لازم ألف طبعا. ألف شكر لسويتال وسكر سويتالي اللي كان معانا. كنا بندوشنا مقابلة وساعدنا بكم، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، واستنونا في شكل جديد لخمسين دقيقة حياة من الحلقة الجاية إن شاء الله. أنا مستنياكم. السلام عليكم.